السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة معاكم الحلقة 12 من خط الرقعة. ما ننساش يا جماعة اللايك والشير وتفعيل الجرس، ولينك الحلقة اللي فاتت هتلاقوه فوق، وبرجاء يا جماعة تعليقكم، يعني يا ريت تعليقات عشان نعرف مستوانا زي ما هو بيعلى بيقل، تعليقكم تفيدنا كتير. يلا بينا. سين ألف يا جماعة، نص نقطة نقطة وباخد الألف، وفي هنا فراغ نص نقطة، سين ألف برضو تلات نقط، واحد اتنين تلاتة وباخد الألف، سين ب نص نقطة نقطة بطلع وانزل بالباء، وفي هنا زي ما انتوا شايفين فراغ اهو، سين به برضو هي تلات نقط، بطلع بنبرة صغيرة وانزل بحرف الباء، سين جيم بعمل نبرة هنا وانزل كده واروح عامل الجيم بتاعتي، سين دال سين دال سين ري سين ري خلصنا يا جماعة الحلقة الـ 12، يا رب تكونوا استفدتوا واستمتعتوا معانا، ويا رب يا رب يكرمنا ويكرمكم ويوفقنا ويوفقكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.